وفي ختام جولتنا الإخبارية، انتشرت أخبار كثيرة حول، أو هذه الأخبار وش تقول؟ تقول أنه شبكة المعلومات العالمية للإنترنت سوف تنقطع في تاريخ 11 أكتوبر نتيجة لتغير في مفاتيح التشفير، وهذا الأمر طبعا نفته هيئة مكافحة الإشاعات، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتنفيذها ونشر مصادر لحماية المجتمعات من أخطارها. يعني أنا أعتقد اليوم حياتنا كلها مبنية على الإنترنت وعلى الشبكة، وعلى حياتنا سريعة، حياتنا حتى شغلنا الآن، حتى معاملاتنا. يمكن قبل شوي كنا نتكلم عن منصة إبشر، منصة ناجد، وكل المنصات يعني الحكومية اليوم، ومعاملاتك وتجديد رخصتك ولا تجديد جوازك ولا كلها. فأنا أعتقد أنه يعني إن شاء الله أن الخبر ما هو صحيح، هو مش صحيح طبعا، ولا ما كان نفته هيئة مكافحة الإشاعات، لكن إحنا لازم دائما ننتقي أخبارنا من وين ناخذها. في ناس ترى يعني انهار وقال لك خلاص هذه نهاية العالم، احنا ما عاد في انترنت، بننقطع عن العالم. بس انا اشوف انا يعني ما اعتقد انه هذا الكلام صحيح. هو في 100 يعني انا بالنسبه لي لو اسمع خبر زي اليوم حتى لو صحيح بكذبه، لانه ما احسه منطقي. يعني في الان في منطقيات الحياه، ما عاد منطقي في هذا الزمن انه خلينا احنا كافراد، خلينا احنا كشركات. انت الان اعمال حكومات ودول مرتبط بهذه الخدمات او هذه الميزه اللي موجوده في زمننا هذا، فلن يسمحوا بانه دروب زي كذا كبير يحصل. بس تدرين عجزت لي الفكره ما شاء الله ليه؟ تدرين ليه؟ والله حسيتها زي الحجر. تذكرين يوم الحجر كان اجباري تقعدين في بيتك الحين وما تروحين ولا تجين، وكنت مبسوطه لانه ما بفايتني شيء. لما ينقطع النت مش اني انا ما دفعت الفاتوره ولا انه خرب المودم ولا شيء، ومن عندهم بقى. ايوه انا مالي دخل. يعني انت عادي، معلش بس سؤال، يعني افهم من كلامك انت عادي تعيشين من غير انترنت؟ ما ابغى اكون مثاليه واقول لك طبعا عادي وانا بعمل ديتوكس، لا 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 مش عادي، بس ودي اجربها. يعني ابغى اشوف ماذا. عادي قفلي جوالك. ما في، لا ما اراديا. لا قفلي جوالك وطفي المودم وخلينا نشوف شو تعيشين. لن تحدث. وبعدين اكتبي كتاب لم نتعيش يوميات انسانه منهاره، عرفتي؟ لا 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 لا، انا احس الحياه صعبه. لا انا 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 مره انقطع عن النت لمده 24 ساعه يا جماعه، ما عرفت خلاص انقطعت، حسيت اني كذا ضايعه. حسيت بالضياع طبعًا. حسيت انه ممكن اي شيء يصير لي وما حد يدري عني. تحسين ان انت في عمق الزجاجه. ففعلا الانترنت صار جزء لا يتجزأ من حياتنا، وصعب ان احنا نعيش من دونه.